أهلا بكم من جديد. وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس الجمعة خطابا إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا بشأن نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل. كما أعربت مصر عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع، وذكر المتحدث باسم الوزارة أنه تم إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن بخصوص قضية سد النهضة ولتوثيق الموقف المصري. في السياق نفسه يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات قضية سد النهضة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناء على طلب من مصر والسودان. وينضم إلينا من اسطنبول الدكتور خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة زكريا. أهلا دكتور خيري، ونبدأ من الخطاب الذي أرسله وزير الخارجية لمجلس الأمن. إيه قراءتك لهذا الخطاب وأيضا يعني وضع ملف الأزمة بالكامل أمام المجلس، وإلى أي مدى تتوقع أن تتجاوب القوى الدولية داخل المجلس مع مطالب مصر؟ بالنسبة إذا ما أردنا قراءة الخطاب وزير الخارجية لمجلس الأمن، يمكن ملاحظة أنه للمرة الأولى يتحدث عن أن الموضوع يتعلق بالتهديد السلم والأمن الدوليين، وأن هذا المصطلح يستخدم لأول مرة في الوثائق الرسمية التي بعثتها لمصر لمجلس الأمن سواء في العام الحالي أو العام السابق، بحيث أننا في النهاية هنا أمام نوعية أو تغير في الموقف السياسي المصري. وهذا الموقف سبقه البيان المشترك بين مصر والسودان قبل أيام، أنه تكلم عن الحقوق والمشروعة وعدم الإضرار. وبالتالي هنا المسألة لا يمكن القول أن الموقف المصري بدأ يتبلور في جانبين، أنه بدأ يتحدث عن الأضرار المحتملة وأيضا تهديد السلم والأمن، وهذا يختلف عن السياق السابق الذي ظهر قبل أسبوعين من أن مصر يمكن أن تتحمل الأضرار التي تنتج عن سد النهضة، وهذا يتعلق بالسياسات المائية الداخلية. لكن ما يتعلق بإدارة المسألة في على درجة الخلاف على المستوى الدولي، فإنها حدث يعني يمكن ما يمكن تسميته انتقال، بعدما أن هناك تكاسل من الدول في أن تهتم بهذه المسألة. فبالتالي الخطاب المصري والبيان المشترك يمكن أن يمشكلان أنه يمكن أن ننتقل لمرحلة أخرى في أن إعلان حالة الضرر وإعلان حالة الحرب إذا كانت هناك ضرورة لذلك. معنى أن هناك مرونة، يمكن أن سلم يمكن الانتقال من حالة المفاوضات تكون مجدية، وحالة أخرى أن يمكن هناك ضرر محتمل، ويمكن أن هناك تحقق الضرر. وكان حديث وزير الري بالأمس بأنه لن يكون هناك أمل في المفاوضات. وبالتالي هذه اللغة الحاسمة أو الواضحة يمكن أن تشكل أساسا مختلفا في العلاقات في الفترة المقبلة. ولعل طلب مصر والسودان بعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية وتحديد يوم الثلاثاء المقبل لهذا الاجتماع هو نوع من السياسة الجماعية التي يمكن أن تعرضها مصر والسودان في خصوص هذه المشكلة، التي يعني وضح أن إثيوبيا لا تريد أن تقف عند نقطة محددة، وبالتأكيد هناك يعني هناك جهات دولية تساندها. فيما يتعلق بأن مجلس الأمن هل يمكن أن يتدخل حسب المواد من 39 ل 42 في إدارة هذه الأزمة، أعتقد في التوازنات الحالية في مجلس الأمن لا تساعده على أن يكون طرفا واضحا أو طرفا مؤثرا في أي أزمة دولية سواء في سد النهضة أو غيرها، باعتبار أن هناك خلافات كبيرة في إدارة السياسة العالمية ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. لم تستطع أي قوة من أو أي طرف من الأعضاء الخمسة الدائمين حسم هذه الخلافات أو الانفراد بالقرار الدولي. بالتالي هناك دكتور عمر، نعم. إذا كان المجلس الأمن زي ما حضرتك ما بتقول ما يعني قد يكون ليس لا يستطيع أن يقدم حلا نهائيا في أزمة سد النهضة، ولا يستطيع تجاوب بشكل كامل كما تأمل مصر لحل هذه الأزمة،
وعلى نفس يعني على نفس النسق وزير الري أعلن أن المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لن تأتي بجديد، فشلت مرة أخرى ستفشل في المستقبل، أو هكذا يتوقع من قراءة المستقبل. نعم، يبقى إيه المسارات المتاحة أمام مصر الآن؟ هي ليس الحديث عن المسارات المتاحة، يعني هو في نعم إذا رأينا أن الدبلوماسية المصرية والسودانية بدأت متماسكة ومتضامنة حول أهداف مشتركة، وخصوصا إذا ما استطاع السودان تجاوز الأزمة الداخلية الحالية، فأعتقد أن هذا الموقف يمكن أن يتساند أو يتضافر حول موقف مشترك يقابله. على الوجه الآخر أن هناك دبلوماسية إثيوبية نشطة مع أوغندا ومع جيبوتي، هي تريد أن تطرح القضية بشكل عام على مستوى حوض النيل. ومن هنا أعتقد أنه قد لا يكون هناك أمل في أن تنعقد المفاوضات أصلا، وبالتالي نحن نكون أمام هناك حالة من التصعيد المتبادل أو عدم الاتفاق على أي نقطة مقبلة. يعني حتى لو الملء الثاني توقف عند 2 مليار أو 5 مليار، فهو يؤكد أيضا أن هناك عمل انفرادي يتم بدون نعم اتفاق. ومن هنا حالة الضرر التي بدأت البيانات المصرية تتحدث عنها هي حالة قائمة. وأعتقد أن تسارع مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد في هذا الصدد هو نوع آخر من الدبلوماسية أو السياسات المضادة أو المناهضة للسياسات الأثيوبية التي تحاول طب أن أيضا دكتور خيري، تفشل البلدان الإفريقية إلى أي مدى أو بعد بلدان حوض النيل. بعد اجتماع الثلاثاء المقبل في الدوحة، إلى أي مدى موقف عربي موحد ممكن يساهم فعلا في حالة الوضع اللي حضرتك بتحكي عنه؟ أنا في تقديري الموضوع يصل إلى نقطة الافتراق، وليس هناك من نقطة يمكن التساوم عندها، باعتبار أن أزمة أثيوبيا، أن المشروع الأثيوبي بحد ذاته هو مشروع غربي، وأنه طالما لم تتدخل الدول الغربية في هذا السياق فإن الأزمة سوف تكون مفتوحة. لكن السؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تتحمل البلدان الغربية حالة عدم الاستقرار أو احتمالات حدوث نزاعات بمستويات مختلفة، لعل مثلا مسألة الحدود بين السودان وإثيوبيا نعم وإمكانية حدوث تفكك للدولة الإثيوبية، فبالتالي هناك مشكلات أخرى. يعني إذا لم تتحرك البلدان الغربية فبالتالي إثيوبيا هي بتقديري ليست معنية بهذا الأمر إلى حد كبير، باعتبار أن مسألة المياه أو الكهرباء ليست هي مشكلة حالة في إثيوبيا. كان من الممكن أن تكون هناك حلول مختلفة لتعويض أزمة الكهرباء أو مشكلة يعني توفير الكهرباء بطرق المحطات الحرارية أو غيرها. في اعتقادي أن الأزمة هي أكبر من ذلك بكثير، هي تأتي في إطار يعني معالجة كثير من المشكلات في الشرق الأوسط. وبالتالي ما يمكن أن نقوله هنا أنه إذا لم يتم استيعاب أو التخوفات أو المشروع لمصر والسودان، فبالتالي هناك مشكلة في أنه يمكن أن تصعد المسألة أو يصعد النزاع إلى مستوى آخر. وصلت لعل وجهة ما نظرك يحدث في الفترة دكتورة الحالية خيري، هو أن وصلت وجهة نظرك، ونتمنى أن الدول الثلاثة يصلوا إلى حل في الحل في خلال الوقت العاجل يفيد يعني الشعوب الثلاثة الحقيقة. بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول دكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السكرية. شرفتنا يا دكتور خيري.